رئيس أيضا النهاردة شهد عرضا لعدد من المشروعات، مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، لعدد من المصانع المتوسطة، منها مصنع حوا لمحركات النقل الخفيف. هنحاول نفهم ما هو هذا المصنع وماذا يقدم. مهندس وائل فتحي، مدير إدارة الهندسية بشركة حوا لمحركات النقل الخفيف، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا استاذ. اهلا بيك. ايه هو المصنع؟ بتنتجوا ايه؟ ابتديتوا شغل امتى؟ احنا المصنع بيقوم بتصنيع محركات وسائل نقل الخفيف بجميع رنجاتها من يعني 150 ايه سي سي وسائل نقل الخفيف ل 200 سي استاذ سي، وائل؟ يعني سكوتر، موتوسيكل، تروسيكل، كل البنود دي. نعم. هو الفكره في المصنع اكتر منها ان احنا عملنا محرك، الفكره نفسها ان احنا نقرب من الفكره ان احنا نقوم بصناعه الموضوع ده، وده فعلا لان دي موضوع استراتيجي شويه. ساعات دول بالكامل ما بتبقاش قادره تقوم بالخطوه دي. بدعم مبادره ابدا الحقيقه وفرت لنا حاجات كتير قوي، وادتنا الثقه عند الشريف التكنولوجي، وده من اكبر المصنعين لنفس الفئه دي من الاعمال في الصين. اديتنا الثقه اللي قدامها وقدرنا نوفر ونيسر على الموضوع كتير ان هو يخلص بسرعه. المصنع النهارده الحمد لله قمنا بتدشين اول محطه فيه، وهي محطه الداي كاستنج اللي هي بتعمل الاجزاء الرئيسيه من المحرك. بقيه الاطقم ان شاء الله الفتره الجايه دي بالتتابع كده خلال شهر او شهر ونص هيكون المصنع ان شاء الله شغال، وسياده الرئيس النهارده المفروض ان وعدنا نشرفنا ان شاء الله. مصر محتاجة قد ايه من هذه المحركات؟ احنا بنحركات بنتكلم من يعني من كام، من كام سي سي لكام سي سي تقريبا؟ من 150 ل 250 سي سي تقريبا، ده اللي بيغطي الرينج بتاع وسائل النقل الخفيفة. مصر محتاجة قد ايه؟ احنا الفاتورة الاستيرادية بتاعت مصر من البند ده 100 مليون دولار سنويا. احنا باننا نشتغل بالطاقة القصوى بتاعت المصنع وهي انتاج 20,000 محرك شهريا، احنا كده غطينا حوالي 58 او 60% من الفاتوره الاستيراديه دي، ودي خطوه تعتبر بدايه كويسه جدا. يعني حجم استثماراتكم قد ايه؟ حجم استثماراتنا في المصنع ده لوحده 330 مليون جنيه، في مجمع بقى صناعه كبير ضخم جدا 270 الف متر مربع بيتعمل. بس مصنع المحركات نظرا لطبيعه الخاصه لازم يبقى منفصل عن المجمع. المجمع الصناعه ده بيضم 10 مصانع، فهتكون من اكبر مصانع في الشرق الاوسط لنفس نفس صناعه وسائلنا الخفيف للمغذيات بقى، كل اجزاء وسائلنا الخفيف. وحجم استثمار كل مصنع فيهم بيتراوح من 200 ل 250 مليون جنيه تقريبا، يعني از توتال كده الاستثمارات كلها تقريبا 2 مليار و700 مليون تقريبا. اول انتاج امتى؟ اول انتاج في المحرك ده ان شاء الله هيكون خلال شهرين جايين دول. وبتشغلوا قد ايه يا باشمهندس؟ احنا عندنا في مصانع قايمة بالفعل، من احنا موجودين في السوق من سنة 95، في مصانع قايمة بالبيضاوي من قبل كده. دول في عمالة عندنا حوالي 1300 عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة. المصنع بتاع النهاردة اللي سيادة الرئيس قام بتدشينه ده في 90 فرصة عمل للفنيين، وحوالي 15 فرصة ما بين مهندس وإداري، وفي 10 صينيين هيكونوا متواجدين. انما المجمع الصناعي الجديد اللي موجود ده هيكون فيه حوالي، هيوفر 1500 فرصه عمل مباشره غير الفرص العمل غير مباشره كمان. شكرا مهندس وائل فتحي، مدير الاداره الهندسيه بشركه حوا لمحركات النقل الخفيف. الحقيقه انه كل ما بنفتتح مصنع جديد ده بالنسبه لنا بيبقى شيء مهم ويؤكد اننا على الطريق السليم. الصناعه 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 دي الحاجه اللي بتفضل موجوده وبتوفر فرص عمل وبتعمل قيمه مضافه.